طيب احنا بنتكلم على رياضة كرة القدم، الرياضة الشعبية الأولى على مستوى العالم كله. واحنا هنا مش بنخترع العجلة، احنا بنشوف الدول اللي تقدمت في المجال ده على المستوى الفني، يعني كان عندها مكاسب فنية على مستوى المنتخبات ومستوى الأندية، وأيضا من ناحية الاقتصادية. كل ده ليه وصول، والأرقام اللي حضراتكم شفتوها يمكن في الإنفوجراف ده اللي بتقول على إنه الأندية بس من الصفقات باعت وكسبت قد إيه، احنا بنتكلم على أرقام بالمليارات. لما اتكلمنا من شويه على انه انديه الدوري الانجليزي انفقت في العقد الاخير في العشر سنين الاخيره مبلغ كام؟ كام حضرتك؟ 12 مليار دولار، 12 مليار دولار على صفقات ابرمتها في العشر مواسم الاخيره، مع الاخذ في الاعتبار ان الانديه دي مش بتصرف كده يعني فلوس في الهواء، لا دي منظومه كامله متكامله، انديه بتحقق ارباح، مسابقات وبطولات بتحقق ارباح، وبالتالي في عوائد اقتصاديه راجعه على الدوله، راجعه مرتبطه بعوائد استثماريه، مرتبطه بتطوير بنيه تحتيه، مرتبطه بفرص عمل وكلام من النوع ده. انا مش هدخل في تفاصيل كتير لان الحقيقه الموضوع مرتبط بنقله نوعيه ننتظرها الحقيقه انها تكون فعاله وتؤتي ثمارها فيما يتعلق باداره المسابقات المصريه وتحديدا الدوري الممتاز. بنتكلم على رابطه انديه، وده يمكن مطلب اتكلم فيه النادي الاهلي لسنين طويله جدا. رابطة الأندية مفترض أنها تكون مسؤولة. أنا هشرح لحضراتكم لأن أنا عارف كتير من الجماهير ما عندوش فكرة يعني إيه رابطة أندية، هيكون دورها إيه، الصلاحيات الممنوحة ليها، الأدوات اللي هتشتغل بيها، هتتعامل إزاي مع اتحاد الكورة، هتتعامل إزاي مع اللجان التابعة لاتحاد الكورة سواء لجنة حكام، لجنة شؤون لاعبين أو غيرها من اللجان. هنتكلم طبعا على الوضع في الوقت الحالي وشروط الترشح، مين الاسماء اللي طرحت، ازاي هيتم او ايه هي الاجراءات اللي هتتم من خلالها، وهل من المنتظر انها تقدر تؤتي بثمارها او يكون ليها الدور الفعال بتاعها في اول موسم ليها ولا لا. بيشرفنا النهارده دكتور محمد رفعت المدير التنفيذي لجنه الانديه السابق واستاذ طبعا الاداره الرياضيه بكليه التربيه الرياضيه بالهرم. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك يا احمد. بيشرفنا كمان مهندس عامر العميره الناقد الرياضي وطبعا خبير لوائح. اهلا بيك يا باشمهندس، منورنا في السادسه. بنورك استاذ احمد. طب هبتدي، اسمح لي مع دكتور محمد رفعت، ويمكن الموضوع ده يمكن دكتور محمد ليه تاريخ، يعني احنا مش ما صحناش من النوم لقينا النهارده يلا السنه الموسم اللي جاي او السنه دي هنعمل رابطه انديه. احنا بقالنا سنين كتيره جدا بنسمع على موضوع رابطه الانديه ولم تتحول او لم تترجم الكلام في الموضوع ده الى امر واقع. ممكن تشرح لنا بس الموضوع سريعا جدا من بداياته كانت ايه او ابتدى ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بدات فكره انشاء رابطه الانديه بمسماها الجديد سنة 2013، ودي كان بوادر ظهور ما يسمى بلجنة الأندية. تمام. تم تخصيص مادة في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، كانت المادة 62 في لائحة النظام الأساسي اللي تم تعديلها سنة 2012، تم تخصيص مادة اسمها مادة 62 فيما تخص لجنة الأندية. تمام. كانت اللجنة ديت لما تم وضعها من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة واعتمدتها الجمعية العمومية كانت نواة لإشهار رابطة الأندية المحترفة. إذن الفكرة بدأ حضرتك من سنة الأندية، طبعا في أندية كتيرة والأندية العالم سبقنا من قبل هذا التاريخ اللي هو 2013، في ناس سبقتنا من منذ هذا التاريخ ورابط الأندية موجودة في معظم البلدان. احنا قلنا يعني كمجلس إدارة اتحاد الكرة في ذات الوقت والجمعية العمومية في ذات الوقت قالوا ناخد خطوة ان احنا نعمل مادة سمت مادة 62 هي لجنة الأندية. المادة دي كانت بتنص على حاجتين، ان يتم في بداية كل موسم لجنة مكونة من 9 أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاء القسم الاول، ويكون هؤلاء أندية القسم الأول. ويكون هؤلاء الاعضاء هم بعدد 9 ويضاف اليهم 2 ممثلين على اتحاد الكوره. عظيم. وظيفتهم اول حاجه تشكيل لجنه لاداره مسابقات القسم الاول. تمام. 2 فتح حساب بنكي لاداره حقوق الانديه من خلاله. طب هو ده دور عمل الرابطه؟ لا. بس هي استبات، يعني اتحاد الكوره قال ناخد خطوه. أيوة. وبعدين يليها خطوه يليها خطوه عشان نخرج في الاخر للتحول الجذري ده ان يبقى في رابطه الانديه. طبعا كان مخطط ليها ان هي بدل ما تكون التحول المفروض سنه وتحول، التحول ده اخذ 7 سنين. فطبعا يعني تحول ولا ما تحولش؟
ما اتحولش. طبعا طبعا اذا كنا هنتكلم بكل مصداقيه وصراحه فاحنا بنقول السبب الرئيسي كان جزئين. الجزء الاول اتحاد الكوره من جانب والانديه من جانب اخر. طب ايه اللي يخص الجزء الخاص باتحاد الكوره؟ انه هو يعني داعم طبعا للتحويل، بس كان فيه خطوات بطيئه. تمام. البطء في التنفيذ كان تعللها بعض الاسباب ان عدم وضوح الرؤيه المستقبليه من وجود رابطه انديه محترفه تستقل باداره المسابقه. تمام. كان بالظبط انا كاتحاد كوره عندي يعني اداره مسابقه القسم الاول ديت اهم مسابقه بنظام اتحاد الكوره، مش عايز اتخلى عنها، يخشى ان هي ما تدارش بشكل احترافي. تمام. فكان يعني بياخد حذره وخطواته عشان خاطر تتم بشكل احترافي. طيب تمام. طيب خلينا نروح مهندس عامر، بدايه خليني اقول انه السنه دي طرحت بقى الفكره والاتحاد وجه دعوه للانديه عشان يعني كل نادي يختار مرشح وتم عمليه الانتخابات. تكلمنا على الاجراءات، يعني مفترض من الناحيه الزمنيه انه تم الاعلان عن شروط الترشح، مين ترشح ومين لا، هيتم الانتخابات امتى، قبل بقى نتكلم بقى على الاهم وهو دور اللجنه وصلاحياتها والمنتظر منها في الفتره اللي جايه. هو في لائحه اتحاد الكوره اللي كانت 2012 اللي تم الغائها بالاسترشاديه بعد قانون الرياضه، ادت حق للانديه برضه في الماده 62 بقت اسمها رابطه الانديه. تمام. وبقت الاعضاء بتاعتها 5 من الانديه وعضوين رشحهم اتحاد الكوره وانتخاباتها برضه سنويه. فدي ادت الحقوق للانديه اللي قبل كده كانت لجنه انديه في اتحاد الكوره اقلها. دي اتحاد الكوره ملهوش سلطه عليها، السلطه للجمعيه العموميه للرابطه اللي هم 18 نادي للدوري الممتاز. الانديه التي تشارك في النسخه الجديده من الدوري الممتاز هي الجمعيه العموميه لرابطه الانديه وتجدد سنويا. وتجدد سنويا طبعا عشان الهبوط في فرق بتطلع وفي فرق بتنزل. تمام. اتحاد الكوره يوم 7 سبتمبر الماضي اعلن عن فتح باب الترشح وارسل للانديه تعيين مرشح ليها بحد اقصى يوم 14 اللي هو الثلاث. في انديه طبعا ما بعتتش مرشحين وفي بعته. الاهلي رشح كابتن عماد متعب. تقييمك بس الموقف الانديه من موضوع الرابطه ده، يعني ان الانديه عايزه ده، قادره انها تعمل ده، ولا حاسس انه يعني الموضوع مش ما لهوش قبول عند معظم الانديه؟ هو ليه قبول، بس الفكره في انديه خايفه من توزيع النسب. اللي هي دلوقتي ما اتعملتش قرره لائحه تنفيذيه لتوزيع النسب. فالانديه خايفه. نسب ايه يا فندم؟ نسب البث والمشاركه، العوائد. النسب اللي كل نادي هيحصل عليها. يعني مثلا في الدوري الممتاز 18 نادي، الرابطه في اللائحه هي عامله لائحه، مقترح لائحه وموجود. ده مفروض يتم عقد جمعيه عموميه 18 نادي للتصويت بالموافقه عليها. تمام. يعني اللائحه موجوده بالفعل؟ موجوده بتاعت رابطه الانديه من 2017 بس. أي. غير معتمده. تمام. هي تم اول ما يتم انتخاب الرابطه او المجلس هيتم التصويت على اللائحه. طيب هكمل بس الناحيه الاجرائيه مع حضرتك. تمام. تمام. في انديه رشحت، في انديه ما رشحتش. يوم 15 و16 الاتحاد اعلن اللي هو هيراجع شروط الترشح على الاعضاء اللي ترشحوا. المفروض كان اعلن يوم 16 او 17 اللي هو بالامس مين اللي تم قبوله. حتى الان اتحاد الكوره ما اعلنش مين تم قبوله من المرشحين، من المرشحين مين انطبقت عليه الشروط، اللي هي لازم يتوافر فيه شرط من الاربعه اللي هقولهم لحضرتك. يكون لاعب كره قدم، لاعب درجه اولى او ثانيه، 10 مباريات على الاقل. واعتزل من سنتين. كان حكم دولي، حكم على الاقل موسم واحد واعتزل من سنه وكل دوري ممتاز. يكون مدرب درب دوري ممتاز على اقل موسم وتم رفع اسمه من كشوف المهن الرياضيه. تمام. من سنه. يكون بقى عضو مجلس اداره سابق في الاتحاد او نادي مرت على عضويته دوره كامله، يعني 4 سنين، يعني قبل 2017 كان عضو مجلس اداره. من حقه يترشح. من حقه يترشح. عدت عليه دوره. لو هو عضو حالي في اي نادي لا يحق له، واللي ما ينطبقش عليه الاربع شروط لا يحق له الترشح. تمام. في طبعا اعضاء مقدمين لا يحق لهم الترشح لو ما انطبقتش عليهم، اللجنه هتراجع الكلام ده. في اعضاء من اسماء اللي ترشحت لا تنطبق عليهم الشروط قبل 2017. ما في اعضاء ما كانش لاعب كوره وما كانش حكم وما كانش مدرب وما كانش عضو قبل 2017. طب معلش، يعني لو بكره انا عندي انتخابات مثلا
ولم يتقدم، احنا مفترض انه عدد الاعضاء اللي هيتم انتخابهم خمسة يا هم ينتخبوا بينهم وبين بعض رئيس ونائب في اول اجتماع يوم 22 ينتخبوا رئيس ونائب رئيس. بيضم اتحاد الكوره بيضم العضويه اتنين الخمسه اتنين مرشحين من عنده مستقلين تمام. يعني ما الانديه ما تتدخلش في اختيارهم تمام. اتحاد الكوره بيقول سين وصاد ممثليني في رابطة السبعه بيتم اجتماع مغلق ما بينهم اللي هو اول اجتماع لمجلس اداره الرابطه او المجلس التنفيذي، وبين بينهم السبعه بيختار رئيس ونائب رئيس. الانتخابات دي مفترض تحصل في خلال يعني الانتخابات بكره 19 الاجتماع 22 بعد ثلاث ايام. ماذا لو لم يتقدم خمس مرشحين تنطبق عليهم الشروط؟ المفروض الاتحاد يفتح تاني للانديه يبعت لها خلال فتره اسبوع او اكثر حسب ما يطرا ليهم قدموا ناس والشروط كذا من اللي تم رفضهم. يعني لو مثلا سبعه مرشحين اتقبل اربعه، فالاتحاد هيبعت للانديه ترشيح اعضاء تانيين والاربعه اللي تقدموا هيقدموا تاني ودول متوافق عليهم الشروط. طيب انا هعدي الناحيه الاجرائيه دي يا دكتور محمد. خليني اقول انه تم انتخاب مجلس او رابطه ممثلين عن رابطه الانديه، وحصلت بقى ناحيه رئيس ونائب رئيس والاثنين بتوع مجلس اتحاد الكوره. ايه الشكل او ايه الطريقه والاسلوب اللي هتدير بيها رابطه الانديه دي مسابقه الدوري الممتاز، وايه الادوات او الصلاحيات اللي هتسحب من اتحاد الكره المصري وتعطى لرابطه الانديه عشان تدير، سواء بقى فيما يتعلق بناحيه تنظيميه، سواء فيما يتعلق بتطوير او ناحيه تقنيه، سواء يتعلق في حقوق بس حقوق رعايه، يعني ازاي هتدير المنظومه؟ هل هيكون ليها قرار ولا هيرجع لها اتحاد الكرة كلجنة استشارية أو رابطة يعني بتمثل الأندية لأنه ياخد رأيها في بعض الأمور؟ ممتاز جدا يا فندم. هو بالفعل ماذا بعد تشكيل الرابطة والاستقرار على السبع أعضاء. النهاردة إحنا قاعدين على الترابيزة في مجلس منتخب ما بين خمسة واثنين ترشحناهم اتحاد الكرة. يعني النهاردة مجلس إدارة اتحاد الكرة ما بقاش أصبح في استقلال عن الرابطه، ما انا عندي مشارك مع الرابطه والاثنين دولت انا بختارهم بعنايه، عنايه شديده بيمثلوني. أوه. احد الناس المرشحين بقوه اسماء كبيره اترشحت طبعا اللي هو ثروت سويلم كان مدير سابق للاتحاد. أيوه. المهندس خالد الزناتي، وفي طبعا اعتذر استاذ جمال علام رئيس الاتحاد السابق، واعتذر الاستاذ خالد لطيف. يعني قصد اتحاد الكره رشح اثنين بارزين لهم سبق وثقل في اداره الكره المصريه. تمام. فاذا النهارده اتحاد الكره هيرشح اثنين ممثلين عنه ذات ثقل اداري وبيمثلون بجد، وفي خمسه اجتمعوا. اذا هم مجتمعين لصالح الكره المصريه. الانديه رجعت مسافه لورا، بدل ما كانت قبل كده لجنه انديه كان اللي بيمثل جوه اللجنه عضو مجلس اداره النادي. النهارده لا، في اللائحه الجديده اصبح من غير اعضاء مجلس الاداره او العاملين لابد ان يكون من غير اعضاء مجلس اداره الاتحاد ومجلس اداره الانديه، وما يكونش موظف في احد الهيئتين دول، لا الاتحاد ولا مجلس اداره النادي. وبالتالي شخصيات مستقله. الاسماء اللي حضرتكم طرحتوها المرشحه عشان تمثل اتحاد الكره دي مرشحه من قبل اللجنه الثلاثيه، عضويه اللجنه الثلاثيه، ودي مجرد اقتراحات تم طرحها، مش هيتم انتخابهم دول اللي هتنتخبهم وينضافوا بيكملوا السبعه. ايوه. استقرينا وقعدنا على الترابيزه وخلاص هنشتغل. اول ما هنشتغل حضرتك اللي هنرد على اجابه السؤال ده بشكل قاطع، رقم 6 في الماده 62 يتم بعد عقد الانتخاب مباشره دراسه المقترح لائحه النظام الاساسي لرابطه الانديه المحترفه، ومن بعد دراستها مباشره يتم عقد جمعيه عموميه طارئه لل 18 نادي لاقرار الرابطه، اقرار لائحه النظام الاساسي للرابطه. استقرنا على الخلاص الرابطه، يبقى هي ديت القانون او الدستور بتاعنا يعني اللي هنمشي بيه. اعتقد يعني ويوافقني عليه الراي ان احنا ان احنا النهارده وقفنا على لائحه مقترحه كامله الاركان 100%، مش ناقص بس الا اعتمادها من الجمعيه العموميه. في حال اعتمادها بس في حال اعتمادها في خمس امور هيتم العمل بيهم مباشره بعد اقرار هذه اللائحه. اول حاجه لجنه المسابقات، هيكون اختيار رئيس لجنه المسابقات وتحديد دوره وتقييمه السنوي وابقائه من عدمه هتبقى اختصاص اصيل لرابطه الانديه. تمام. رقم واحد. رقم اثنين
اداره الحقوق الماليه والتجاريه والتسويقيه الخاصه بالانديه هتكون وتوزيعها كمان هيكون من خلال عمل مجلس اداره الرابطه. تمام. وده الاتحاد مش هيتدخل في هذا الشان لانه هيكون حق اصيل ليه منحته بقى اللائحه الاسترشاديه اللي تم اعتمادها من اللجنه الاولمبيه 2016 تمام. 2017 يعني تنظيم المسابقه تنظيم والحقوق الماليه والموارد الماليه المرتبطه هيبقوا تبع الرابطه. فتح حساب بنكي خاص للرابطه تدار من خلاله اداره الرابطه، وبتقترح اللائحه الجديده اللي ان شاء الله هيتم اقرارها ان يكون في 2% من عوائد دخول الدوري المصري. ال 2% دول هيتم خروج اجور لاعضاء اللجنه واجور للهيكل التنفيذي من اول المدير التنفيذي والاستاف اللي معاه. تمام. من ضمن الحاجات ايضا المأموله في اللجنه ان هي بتدير مسابقه القسم الاول الدوري الممتاز في الدوري الممتاز بالشكل المعهود الروتيني اللي هو بيقوم به المدير التنفيذي للاتحاد. يعني النهارده فيما يتعلق بالملاعب وتأمينها واختيار مراقب المباراه والشغل التنفيذي الخاص بالمسابقه من اي تو زد هيكون دور اصيل للمدير التنفيذي للرابطه. وبالتالي كل ده مش هيخرج للنور الا لما يتم عقد اجتماع للجمعيه العموميه لل 18 نادي لاقرار اللائحه بعد بعد نهايه الانتخابات. انت نقلتني نقطه بس ما دام وصلتها خلينا برضو نغطيها. باشمهندس عامر، يعني عندي اتحاد كوره موجود في عدد كبير جدا من اللجان اللي كل واحده بيها ليها دور او منوط بيها انها تكون ترس في مكانه كبيره جدا عشان منظومه الكره تشتغل. عندي لجان شؤون لاعبين، عندي لجان حكام، عندي لجان مسابقات، عندي 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 كل اللجان دي مستقله كلها حاجات تبع اتحاد الكوره. كلها تبع اتحاد الكوره. دلوقتي دور الرابطه او ازاي، هل الرابطه هيكون ليها صلاحيات فيما يتعلق بالاعمال اللي بتقوم بيها او المهام المكاله للجان دي؟ لا، ولا فيما يتعلق بس بالتعارض اللي بيحصل مع مسابقه الدوري الممتاز هيبقى ليها الصلاحيات دي؟ هي رابطه الانديه انشات لجنه لاداره المسابقه اللي هي اداره المسابقه بس بتاعه الدوري الممتاز. طيب. ما هو اتحاد الكوره عنده بقيه المسابقات بتاعته، لجنه مستقله. اللجنه هيبقى فيها حد فيها مسؤول بتواصل مع اتحاد الكوره، لجنه الحكام لتعيين الحكام للمباريات، تبعت لهم حضرتك المباريات اللي اعتمدتهم الرابطه، بيعين لك حكام، ولو طالب حكام اجانب او بتبعت للجنه الحكام. يعني القرار فيما يتعلق مثلا بحكم تم تعيينه لاداره مباراه، من حق رابطه الانديه انها تخاطب لجنه الحكام غير الحكم ده او في المباراه دي؟ لا، هتيجي اتحاد الكره لو لا. في توصيه هيكون دور هنا في بعض الامور توصيه. ايوه انا اسف، يعني هيكون في بعض الامور توصيه. لكن الحق الاصيل في الاداره السداحه يعني مش هيكون مش في الناحيه بالذات التحكيميه، يفضل ان يكون اتحاد الكره مباشره هو المهيمن على الجانب التحكيمي عشان الاستقلاليه والحياديه. تمام. فلو كان في تضارب مصالح، تضارب مصالح، تضارب مصالح انه الانديه اللي بتدير ممكن اذا ما تحكمت في موضوع التحكيم يبقى في شبهه في تضارب مصالح. ارفع بقى اعمل ايه؟ اعمل توصيه، اعمل رفع مقترح بالشان اللي احنا على خلاف بيه في الشان التحكيمي ده. تمام. وبالتالي في بعض اي شيء يتعلق بملف التحكيم هيبقى الكرة من خلال اتحاد الكره ومن خلال لجنه الحكام تبع اتحاد الكره. الانضباط والاستئناف هتبقى لجان مستقله اللي هي بتدير معاك المسابقه، لجنه الاستئناف هتبقى بالانتخاب، الجمعيه العموميه لاتحاد الكره هي اللي بتنتخبها، ولجنه الانضباط في اللائحه الجديده لاتحاد الكره هتبقى بالانتخاب اللي هي لجنه الانضباط اللي بتدي القرارات. دي لجنه مستقله من قضاء اتحاد الكره مالوش سلطه عليها ولا على استئناف ولا على انضباط في اللائحه الجديده. طيب. وهيبقى في لجنه اسمها لجنه فض المنازعات هيتم انشائها طبقا للنظام الاساسي الجديد، هي اللي هتنظر اي خلاف بين رابطه الانديه واتحاد الكره او لاعبين وانديه. هتبقى فض المنازعات دي هي المختصه بيها، مش هتروح للجنه شؤون اللاعبين زي قبل كده. ايوه. فهي دي اللي هتبت في المشاكل اللي بين الانديه ورابطه الانديه. الانديه بقى اختصاصاتها هتبقى اختصاصات الرابطه هتبقى ايه؟ انشاء وتوزيع الحقوق لعلوم الدكتور. عند حضرتك اللي هو مثلا مسابقه كاس مصر لازم الاتحاد يبعت لي وانا اللي بنظمها، بس بيبعت لي هبتدي امتى وانتهي امتى واسماء الانديه، والرابطه اللي بتكمل. ايوه. الاداره بتاعتها. تنظيم المسابقه يشمل انك بتحط جدول، انك انت بتحط مواعيد بدء ونهايه. الاجنده الدوليه هتتبعت، المنتخبات القوميه هتلعب امتى. ايوه.
هي بالظبط حضرتك الشكل التكاملي ده لازم يتم، اللي هو عندي اجنده دوليه وعندي ارتباطات وعندي مسابقات متتاليه، وبالتالي الرئيس لجنه المسابقات هو بيلعب الدور الايه؟ التنسيقي ما بين الاتحاد وما بين الرابطه، الرابطه انتخبته واختارته وادته ووكلته باداره الجانب الخاص بتنظيم المسابقه وادارتها، لكن في النهايه هو فيش في معزل عن لجنه التحكيم ولا الادارات الاخرى اللي بتنسق مع العمل من خلال رابطه الانديه. تمام. هي الرابطه مش هتكون، على فكره حضرتك في سؤال مهم بيطرح نفسه، مقر رابطه الانديه اين؟ يعني المكان بتاعه هل هو يبقى مستقل عن اتحاد الكوره ولا هو يبقى جزء لا يتجزا من اتحاد الكوره؟ ده برضو يعني في اللائحه الجديده اللي لسه لم يتم اقرارها ونشرها في الجريده هيبقى ليه مكان مستقل بذاته خارج الاتحاد، بس ده في اللائحه الجديده اللي هي لسه التي لم يتم اقرارها لسه. اللائحه القديمه هو طب مش احنا بنتكلم على انه في حال ما اذا تم انتخابه وتشكيل المجلس اللي هيمثل رابطه الانديه، بنتكلم انه ابتداء من الموسم الجديد اللي خلاص على وشك انه ينطلق هيتولى المسؤوليه ده بامر بشكل فعلي تشكيلها واول اجتماع هم اللي هيديروا المسابقه دي، بس اللي بيدي الرخصه للانديه لجنه تبع اتحاد الكوره اسمها لجنه تراخيص الانديه. دي حاليا في الموسم ده اتحاد الكوره اعلن من 30 سبتمبر ل 21 اكتوبر الانديه ال 18 تبعت المستندات اللي هي بتشمل خمس حاجات. طيب خليني اسال حضراتكم سؤال بـ 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 من وجهه نظر الجمهور، يعني انا النهارده استبدلت اشخاص باشخاص اخرين ايا كان تبعيتهم، يعني كان عندي اتحاد كوره بيدير مسابقه فخليت بدل ما اتحاد الكوره هو اللي بيدير المسابقه جبت ممثلين عن الانديه اللي بتشارك في المسابقه دي هم يديروا المسابقه، ايه وجه الاختلاف اللي هيحصل؟ ايه اللي هيعود على المسابقه في حد ذاتها؟ اتفضل. حضرتك انا النهارده في ايمان شديد واراده واصرار من اداره الاتحاد الحاليه برئاسه المهندس احمد مجاهد ان يتفعل دور الرابطه. تمام. طيب هو اول الناس الداعمين، ودي نقطه باذن الله هتنجح عمل الرابطه وهتخليها يعني تخرج للنور باذن الله الموسم ده بكل استبشار، لان في اراده وفي اصرار على نجاحها. تمام. وبالتالي دور الاشخاص اللي تم انتخابهم الخمسه والاثنين مساعد اتحاد الكره هيقوموا بدور تكاملي. مبدئيا حضرتك يعني اللي بتكلمني فيه ده احنا متاخرين جدا. متاخرين. يعني عشان تكلمني في انه الانتخابات لسه هتتم والمجلس لسه هيجتمع ويحضروا المسابقه الاول الدوري 22/10. عندنا وقت عشان تنظم بطوله زي مسابقه دوري ممتاز مصري وتجيب له رعايه وتضمن ان يبقى فيه حقوق بس وتقنيه نقل تلفزيوني وتقنيه فار وكل ده تقدر تعمله. تقنيه الفار تبع اتحاد الكوره بياخد من رابطه الانديه 15% من العوائد. تمام. فالعوائد 85 للانديه هتوزع على الانديه 18 حسب النسب الشعبيه 15 اتحاد الكوره هيصرف على اللي جنب تحته بقى الثانيه حكام فار. ايه مصادر التمويل؟ يعني الرابطه دي هتجيب فلوسها الانكم بتاعها فين؟ الانكم بتاعها جاي منين؟ بص حضرتك كافه الحقوق التجاريه والتسويقيه الخاصه باداره بالمسابقه هتبقى من خلال الرابطه، بس النهارده في بعض الانديه اوريدي هي متعاقده ببيع الحقوق بشكل منفرد. تمام. فانا النهارده كدوري كرابطه ايه؟ في الاول انا هلزم الانديه اللي هم باعوا الحقوق الفرديه ان يختصوا بنسبه 15% يوردوها للاتحاد مباشره علشان يضمن حق الاتحاد، لان هو بيصرف عنده نفقات كتيره هو مسؤول عنها. في 2% انا بختص بيهم للرابطه عشان اصرف على اعمال الرابطه. بصرف نظر هوزع الموارد ازاي؟ انا بتكلم عن مصادر البث التلفزيوني مثلا نادي زي الاهلي باع السنه دي. تمام. الاهلي باع فردي هيدي في على فكره حاجات كتيره جدا مرتبطه بالنقل التلفزيوني وحقوق الرعايه والرعاه في انديه بتتحرك فيها بشكل فردي هيتاخد من اتحاد الكوره. اتحاد الكوره كان بيبيع اسم الدوري الممتاز. تمام. فكان بياخد عليه نسبه. لا ده مش هيبقى تبع اتحاد الكوره، ده هيبقى ملك للرابطه، فالدوري اللي هيتباع للراعي هتخش فلوسه للرابطه. تمام. يبقى اول حاجه الرعاه، تاني حاجه في حضرتك لما نظموا الحقوق التجاريه بين الاتحاد والانديه منحوا الاتحاد مجموعه من الحقوق المستقله ليه ومنحوا الانديه بعض الحقوق المستقله بالانديه. تمام. الحقوق المستقله للاتحاد اهمها اول حاجه حضرتك مسابقه كاس مصر دي كل الايرادات بتاعتها بيروح لاتحاد الكوره، المؤتمر الصحفي وعوائد المؤتمر الصحفي، اسم المسابقه مسابقه الدوري العام هيروح للرابطه. كل ده كان الاتحاد بيختص بيه
كإنكم ليه. الرابطه او الدوري العام الانديه كلها اللي مشاركه فيه. طيب انا مضطر اروح لفاصل سريعا جدا وهرجع لناحيه الماديه دي، لانه انا يهمني مش بس انه الانديه تكسب، انا يهمني انه يبقى في ترجمه للمكاسب الماديه والاقتصاديه. واللي بالمناسبه يعني انا برضو ما زلت مصمم انه شهر ما يكفيش لتسويق مسابقه بحجم الدوري المصري او انك انت تحقق الاستفاده الاقتصاديه الممكنه، لكن الاهم من كده كمان ازاي الاستفاده الاقتصاديه دي يبقى ليها مردود على صناعه كره القدم. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم في الناحيه الاقتصاديه بقى او الفكر الاقتصادي، وازاي الرابطه دي ممكن تطور صناعه كره القدم، ترجع بفايده على الانديه، ترجع بفايده على قوه المسابقه وجمال المسابقه وقدرتها على انها تكون مسابقه رائده في المنطقه، وترجع بالاستفاده بالتاكيد طبعا في النهايه على الكره المصريه ومنتخبات مصر. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم مره ثانيه في السادسه. جينا عند الفلوس وابتدينا ايه نختلف. يعني هو طبعا زي ما قلت لحضراتكم الغرض من وجود الرابطه هو تعظيم موارد، يعني طبعا الحفاظ على حقوق الانديه بما انها الانديه اللي ظاهره في الصوره، بما الانديه اللي بتمثل او بتشارك في المسابقه، الحفاظ على حقوقها ماديا. لكن كمان في كلام على فكره انه طب ازاي اخد المسابقه واطلع، يعني هو جزء من الموضوع انك انت تنمي موارد عشان يبقى في عوائد للنوادي اللي بتشارك في البطوله، لكن مهم جدا كمان يتحط في الاعتبار فكره انك انت تاخد المسابقه وتطلع بيها لفوق. وبالمناسبه ده مصلحه للجميع، يعني انك انت تاخد براند الدوري المصري تطلع بيه لفوق، ده معناه انك انت عندك قدره اكتر على انك انت تاخد موارد ماليه اعلى من حقوق البث، تاخد موارد ماليه اعلى من الرعاه، وده ينعكس كمان على الأندية، ينعكس كمان على البنية التحتية، ينعكس على الصورة اللي انت بتشوفها، ينعكس على جودة الكاميرا اللي بتنقل الحدث، ينعكس على الحكام اللي بقوا صداع كبيرة جدا، أو منظومة التحكيم، يعني مش عايز أظلم الحكام نفسهم، هي المنظومة نفسها اللي بقت عاملة حالة جدل كبيرة جدا في الفترة الأخيرة. مرة تانية برحب بحضراتكم. الناحية المادية نوضحها للناس، أبتدي بمهندس عامر بما إن احنا وقفنا عند دكتور محمد. الناحية المادية إزاي هنمول وإزاي نخصص العوائد المالية دي للأندية لاتحاد الكورة للمسابقة في حد ذاتها؟ الرابطة هتبقى بتمتلك المسابقة، اسم المسابقة كان الاتحاد هو اللي بياخد العائد بتاعه. اللي فهمت حضراتكم انه الكاس بره الرابطة، الحاجة الكاس الوحيدة اللي هتديرها الرابطة هو مسابقة الدوري الممتاز. الدوري الممتاز اللي هي ملك الأندية 18 نادي اللي بتشارك فيه، والاتحاد ليه نسبة 15% من أي عوائد، إجمالي العوائد الاتحاد بياخد 15%. تمام وشكرا. ياخد 15% بقى، هو يصرف على التحكيم، على الفار، على الجانو، مرتبات لجنه استئناف، فض منازعات، لجنه شؤون لاعبين، اللي هي اللجان دي هو اللي بيصرف عليها وهو تحت مظلته. تمام. بس الانضباط والاستئناف لجان مستقله. وانت في مقابل 15% دول بتستفيد بمنظومه التحكيم اللي بيوفرها اتحاد الكره في اللجان النوعيه اللي موجوده في اتحاد الكره. تمام جدا. اسم المسابقه حاليا اتحاد الكره هو اللي كان بياخده، وبياخد حقوق الرعايه بتاعته. هيبقى ملك للرابطه اسم المسابقه، وبيتباع برقم كبير. تمام. البث التلفزيوني لل 18 نادي ده الرابطه بتاخدهم، ولو نادي في نسب التوزيع اعترض ممكن يبيع فردي بس من خلال الرابطه، وهي ليها 2% عن العوائد. الرابطه هي اللي بتتعامل يعني زي النادي الاهلي مثلا، نادي الاهلي بما انه نادي جماهيري ونسب مشاهدته عاليه من حقه يبيع حقوق البث بتاعته لو ما توفرش الرعايه على النسب اللي عاوزين يداله. يعني المفروض النسب بطل الدوري ليه نسبه معينه في الميه، الثاني الثالث الجماهيريه ليه. طب انا مش عايز اخد بس النسب دلوقتي، انا هروح لدكتور محمد في النسب دي، لكن انا بقصد اقول انه حضرتك بتقول انه من حق اي نادي اذا ما اعترض على النسبه المحدده دي من قبل الرابطه في حقوق البث او حقوق الرعايه انه يبيع منفرد. تمام. في مقابل او بشرط يعني انه يدفع جزء من الحقوق دي 2% للرابطه. تمام. للرابطه. يبقى اتس اوبشنال يعني. الرابطه بتتعاقد مع الشركات مثلا الناقله وبتعمل شروط، يعني مثلا الانديه هتقعد في اول اجتماع احنا عاوزين شروط كاميرات معينه هي اللي تصور، عدد كاميرات معين، وتتعاقد بناء عليه. تمام. لرفع مستوى الصوره للمتلقي عشان هم جايين عشان المسابقه ترتقي. هو عقود الرعايه اللي ماضيها اتحاد الكوره سواء حقوق رعايه او بس ممضيه سنوي ولا ممكن يكون في عقود؟ هو في عقود بتبقى سنوي وعقود كل سنتين. فالرابطه ملزمه، هتبقى ملزمه للرابطه لو في عقود مستمره. لو في عقود ساريه بمجرد الانتهاء الانديه ما تقدرش تشتري عقود جديده، يعني مثلا لو الاهلي ماضي سنتين، هو ماضي سنه السنه الحاليه بس فضل في العقد، لو ماضي سنتين بانتهاء العقد ما ينفعش تلغي عقد شغال. تمام. وهتلزم الرعاه بحاجات معينه، فلوس معينه من اللي الانديه تاخدها في الملاعب
اللي الملعب ما يقلش عن جوده معينه عشان المسابقه النادي اللي مش يعني دي. انصبه الانديه اللي هتاخدها من الرابطه مشروطه باوجه استخدام معينه مثلا، تطوير الملاعب، تطوير المنظومه، ما بيبقاش عليك فلوس للحكام للمدربين، ما عليكش عقوبات لاتحاد الكوره. يعني في انديه بيبقى عليها غرامات، الرابطه هتخصمها من حقوق الانديه عندها، من حق كل نادي. طيب مهندس عامر بيتكلم يا دكتور محمد على فكره انه في 15% من التوتال، من اجمالي الايرادات، رايح لاتحاد الكره، في نسبه مئويه يتم اتفاق عليها تتراوح ما بين 2 3 4% مصاريف على الفضل عندي 80%. مفترض ان دي حقوق او انصبه الانديه ال 18 اللي بيشاركوا في مسابقه الدوري الممتاز. ازاي يتم توزيعهم؟ آلية التوزيع دي ايه؟ المعايير اللي بناء عليها بيتم بتحديد انصبه كل نادي؟ وايه المخصص فيها لتطوير المسابقه بقى؟ يعني في حد ذاتها انا عايز المسابقه دي تطلع لفوق، لانه ده معناه انه السنه الجايه لما اجي ابيع الدوري المصري او اسم براند الدوري المصري هاخد حقوق رعايه اعلى، هاخد حقوق بث تلفزيوني اعلى، وبالتالي انصبه الانديه. احنا بنتكلم تسويق هنا بقى النهارده. تمام تمام. ال 80% اذا افترضنا ان ال 15 اخذتهم اتحاد الكوره، وان 2% لحد 5% مصاريف الرابطه، فاذا لو بنتكلم في 83% او 80%، ايه اللي الرابطه هتعمل يعني هتوزعهم ازاي؟ تمام. هتوزعهم ازاي؟ على حسب الميثاق اللي هيعقد ما بين مجلس اداره الرابطه على طريقه البيع. اذا كان الاول ان احنا هنخلي كل العقودات الساريه تنتهي ونبدا من بعد انتهاء العقود نبدا ننظم، ده كله هيبقى في الميثاق. يعني هنقول ما بعد انتهاء التعاقدات الساريه لكل الانديه والاتحاد يتم اداره المسابقه بالشكل كذا اللي هو البيع الجماعي. اذا انتقلنا لفكره البيع الجماعي ففي تصور اخر يتم اداره الحقوق التجاريه والتسويقيه خاصه بالمسابقه كل من خلال البيع الجماعي. وده حضرتك اذا تبنينا راي وراي اخر، ايه اذا ما كان البيع الفردي افضل او البيع الجماعي؟ لا، البيع الجماعي اشمل للمنظومه ككل، للتطوير والارتقاء بها ككل. اللي انا حضرتك هتبنى كاداره الرابطه مجموعه من الاهداف اهمها الارتقاء بمستوى المسابقه وجعل المسابقه تتنافس على المستوى المحلي والاقليمي والقاري. مظبوط. كاحد المنتجات المرغوبه للمشاهده لدى الجمهور الاقليمي والقاري. من ضمن الحاجات ان انا ادعم المنتخبات الوطنيه بلعيبه كفء، دي من ضمن الاهداف المعنويه المفروض تقوم بها الرابطه. ان الجوانب الماليه والعوائد اللي على الانديه كل سنه تزيد، والانديه تستشعر ان في جديد، وان اداره اتحاد الكره المسابقه من خلال رابطه انديه محترفه ان عاد على الانديه بعوائد ملموسه لحظه التحويل. على فكره احنا مش بنتكلم، ودي نقطه مهمه في اختيار، يعني في عمليه الترشح وفي عمليه اختيار الجمعيه العموميه اللي هم ال 18 نادي للاشخاص اللي هيتولوا مسؤوليه الرابطه. احنا بنتكلم على طبعا كل الشروط اللي حضرتك قلتوا عليها، فكره انه يبقى لاعب مش عارف 10 ماتشات او انه حكم ماتشات دوليه، يعني الكلام ده كله عظيم جدا، بس احنا هنا بنتكلم على تكت اقتصادي بحت. يعني الناحيه الاداريه والناحيه التسويقيه اهم بكتير جدا. يعني ممكن عند تبقى موجوده عند ناس ما لعبتش كوره اساسا بس تقدر تاخد البراند بتاع الدوري ده وتحقق افضل عوائد ممكن. عشان كده مهم جدا تجربه النادي اللي واقف ورا المرشح برضه، اعتقد انها لابد انها تتاخد في الاعتبار. اتخذت حضرتك في الاعتبار ان النادي النهارده مش بنقول له هات عضو مجلس اداره من عند حضرتك. ايوه. لا، انا بقول لحضرتك رشح اسم مختار من بيمثل حضرتك وابعته في خلال مده اسبوع علشان احنا يكون من ضمن الاسماء اللي هيتفضل عليها الاختيار لاختيار رابطه. وبالتالي انا بديك النهارده السلطات والصلاحيات الكامله انك تختار من يمثلك. فانا حضرتك كنادي الاهلي اخترت، حضرتك اختار حد بفكر اقتصادي عالي يمثلك طبعا في الرابطه، ومش هينطبق شروط اللاعب ولا الحكم ولا المدرب عليه يا فندم، هينطبق عليه البند الرابع. ايه هو؟ ان يكون عضو باحد الانديه او مجلس اداره الاتحاد لفتره وليكن دوره كامله. طيب. فانا النهارده بحط بند واثنين وثلاثه واربعه عشان ادي مساحه للنادي انه ما يقيدوش بالاختيار ويبقى في عمليه توجيه في اللائحه وانا بحط الشروط. لكن انا عشان كده حضرتك وجود يعني فكر اقتصادي داخل اللجنه مطلوب. طب افرض حضرتك اللجنه اصفرت على 7 ما فيهمش يعني الصفه الشخصيه الاقتصاديه المرغوبه او المطلوبه،
من ضمن اشتراطات الرابطة ان يكون من حقها ان تختار مستشارين اقتصاديين يمثلوا داخل الرابطة ليس لهم حق التصويت. تمام. يعني اذا المجلس النهارده مش بس السبعة، لا ده انا هعين له مستشارين اقتصاديين او قانونيين يكونوا ممثلين خلال طيب. السنة. انا عايز اقول للناس برضو انه يعني النتيجة حتى اللحظة ما اقدرش اقول انها مش عارفين البوصة رايحة فين، يعني قد تنجح التجربة وقد انه مش هقول تفشل او تؤجل، لكن اقول ما نحسش بمردود. شفنا اتحاد الكره بيدير مسابقه، لما جت رابطه انديه شفنا مسابقه هي نسخه طبق الاصل. ممكن باشمهندس تقول لنا مثلا الدول اللي عن طريق رابط الانديه قدرت تعمل نقله نوعيه في المسابقه، حاجات ايجابيه ظهرت ما كانتش موجوده قبل كده او سلبيات كانت ظاهره واختفت. الدوري اقربهم لينا احنا الدوري السعودي. اه لما عمل رابطه بقى ارتقت عنده المسابقه، التصوير بقى كويس. كان بيعملوا قبل كده مشاكل اللي هي التعاقد مع اللاعبين وبعدد كبير ابتدت تتلافى، اللجان عندهم الدوري بقى منتظم، المسابقه بقت قويه جدا، كل الانديه عندهم عملوا الكفاءه الماليه اللي هي اللعب المالي النظيف، بس دي عملوها بعد سنتين. دي من حق الرابطه تعملها، بس حاليا مبدئيا لسه ما قررتش انت عشان تعملها بتبلغ قبلها بسنه او سنتين عشان الانديه تبتدي تاخد الخطوات بتاعتها. أيوة. اللعب المالي النظيف، الايرادات قد ايه، المصروف ايراداتك قد ايه، النسب المسموح ليك بانفاقها على النشاط قد ايه، والتبرعات قد ايه اللي تخش. أيوة. للنادي دي لسه دي مرحله انتقاليه، يعني لما الرابطه هتعملها مش هتلزم بيها الانديه في نفس السنه. تمام. هتديهم مهله سنه سنتين توفيق اوضاع اللي الانديه تبقى عارفه بيخش لك مثلا 80 مليون فما تصرفش اكتر من 60 مليون على التعاقدات عشان ال 20 الباقيين يبقوا مرتبات، عشان ايه ما يبقاش فيه عجز. ايوه فيه عجز بيبقى فيه نسبه للعجز وبتتغطى ازاي، دي هتبقى في بعد كده. الدوري السعودي المسابقه بقت عندهم قويه منتظمه، بقى في شروط للعيبه اللي انت هتجيبها من بره المسابقه. يكون لعب عدد ماتشات دوري معين، ده الرابطه تقدر تعملها عشان لما ما اجيبش اي لاعب اجربه عندي في المسابقه، لاعب اجنبي بيبقى حاطين شروط. احنا دخلنا في تفاصيل تطوير المسابقه. تطوير ما ده من خصائص يعني الرابطه. استبات كده يا فندم ان انا متخوف من اي تجربه، اي انسان بيخوض شيء هو لسه ما لمسوش فهو بيبقى متخوف من عدم نجاحه. بس في مبشرات لنجاح المنظومه او توقع نجاحها، ان معظم الناس اللي مطروح اسمها هو شباب وعندهم خبره الاداره في مجال كره القدم. الاسماء اللي عندي هنا انه يعني وفي اكتر من نادي مرشحين نفس الاسم. يعني في النهايه هو شخص هيتم من الاهلي كابتن عماد متعب، من الزمالك كابتن خالد رفعت، شريف صالح المصري، محمد فضل مترشح من البنك الاهلي والجونه والفرقه المقاولين العرب، نادي المقاولين العرب، في احمد دياب من فيوتشر بيراميدز اسماعيلي واتحاد. ده 10 15 نادي مرشح. واللي هو حضرتك هيترفض ترشحه يا فندم، هيترفض ترشحه لا يتطبق عليه اربع شروط. ما كانش عضو مجلس اداره قبل 2017. ايوه ما كانش مدرب، ما كانش لاعب، ما كانش حكم. فدي اتحاد الكوره المفروض كان بيراجع 15 و16 سبتمبر الشروط، المفروض كان اعلن النهارده عدم قبوله للترشح. لا يعلن اللي قبله على الاقل، او على الاقل حتى الان الاتحاد ما اعلنش وبكره الانتخابات. أيوة. دي حاجه غريبه، المفروض كان اعلن. ايه السبب من وجهه نظرك؟ تتوقع اساسا الانتخابات تتاجل؟ لو العدد اللي اربعه مثلا استوفوا الشروط هتؤجل ويتفتح تاني طلب ترشيح، لازم يبقوا اكتر من خمسه او خمسه. يعني لو سبعه في خمسه هيبقى بالتزكيه. طيب رابطه بتظهر لاول مره، ويمكن قبل فترة أنا بشوفها في يعني في تقديري إلى حد ما الوقت مش في صالحها قوي عشان تبتدي مسابقة بعد في خلال شهر. مين الجهات اللي مطلوب منها إنها تتعاون معاه؟ يعني إزاي ممكن نسهل مهمة عمل الرابطة؟ سواء كنت بتكلم على دور أندية، سواء كنت بتكلم على دور اتحاد كورة، سواء كنت بتكلم على وزارة الشباب والرياضة، شايف إنه مين الجهات اللي ممكن تسهل أو تساعد في نجاح الرابطة على في مهمتها في سنة أولى أو في نسختها الأولى؟ حضرتك في وضع دلوقتي استثنائي اداره الكره بتدار من خلاله اللي هي اللجنه الثلاثيه. مظبوط. فحضرتك النهارده لما بنبقى قاعدين 10 على الترابيزه، لا القرار بيكون اسرع لما يكون ثلاثه ولما يكون اقل. فالنهارده مجلس اللجنه الثلاثيه اللي موجوده ولجنه الانديه او رابطه الانديه اللي هيتم انتخابها، هيتم عمل اجتماعات دوريه خلال الفتره القصيره دي، هيتم التناغم والتنسيق الكامل
في اداره المسابقه بشكل تنظيمي مستني بشكل ما حصلش قبل كده. بس حضرتك في حاجه، ما هو عشان النهارده تخرج الرابطه للنور خلاص، خد بالك هم داخلين في موسم ايه، يعني موسم شديد جدا لانه جاي ما بعد كورونا، ويعني وعندنا اجنده، وعندنا كاس عالم بنهايه 2022. يعني تتوقع انه المشاكل التقليديه اللي احنا بنعاني منها كل موسم، مشاكل ليها علاقه بتحكيم، بفار، بنقل تلفزيوني، باجنده ماتشات، بجدول مباريات، كل ده الرابطه ممكن تكون قادره على تجاوزه والتعامل معاه؟ انا مش هتكلم عن الناحيه الاقتصاديه، يعني ده في حد ذاته لو حصل بس في سنه اولى رابطه، اعتقد ده نجاح كبير جدا ونقله كبيره جدا للمسابقه. تتوقع انه ده يحصل؟ اتوقع لو اللي ادار لجنه المسابقات شخص ذو كفاءه ويعمل جدول من اول يوم يعلنه حاسب. هبتدي كذا وانتهي كذا ويحط توقفات هتنجح، بس لو ابتدينا اللي احنا نعمل قرعه ونقول اول خمس اسابيع زي ما اتحاد الكوره كان بيدير، مش هتنجح، كل شويه خد كده فلازما من خد جدول اللجنه تيجي تقول انا التصور بتاعي عندي اجنده دوليه مثلا اكتوبر، من 4 ل 12 اكتوبر جوله ثالثه ورابعه، والجوله ال 5 و6 كاس عالم من 6 من 8 ل 16 نوفمبر، في توقف من 9 يناير ل 6 فبراير كاس امم، وتصفيات، فكل ده المفروض يحطه ويبتدي يحط جدوله كامل ويعلنه. عوائد اقتصاديه تمام، يعني ما حدش ضد انه الانديه تكسب والاتحاد الكره يكسب، وبالتاكيد المكاسب دي هيكون ليها مردود على قطاعات ناشئين، هيكون ليها مردود على بنيه تحتيه، هيكون ليها مردود على قدرة الأندية على استثمار في صفقاته في لاعبين يرفعوا من مستوى الكرة في مصر. اتحاد كرة يكسب ما عنديش شك وما عنديش اعتراض انه ده يحصل، لانه بالتأكيد عنده مهام كتيرة جدا ومحتاج ميزانيات كبيرة، بالذات فيما يتعلق بدعم منتخبات مصر المختلفة والأجهزة الفنية والأندية الصغيرة، كل ده شيء عظيم جدا. ان الأهم بالنسبة لي من رابطة الأندية بعيدا عن الناحية الاقتصادية هي نسخة المسابقة اللي هتظهر في سنة أولى، نسخة نتفادى فيها كمرحلة أولى بس، مش هقول بقى إن احنا ننافس الدوريات الكبيره ولا وان احنا نبقى احسن دوري في المنطقه، لكن على الاقل نتفادى ونتخلص من المشاكل التقليديه اللي تعودنا نشوفها كل سنه، مشاكل ليها علاقه ببنيه تحتيه، ملاعب، ارضيات، اضاءه، مشاكل ليها علاقه بالنقل التلفزيوني وجوده الصوره، مشاكل ليها علاقه بالناحيه التحكيميه او منظومه التحكيم ومشاكل الحكم الحكام ومشاكل الفار. اتمنى نشوف نسخه محترمه تليق ب اسم الدوري المصري، لانه يعني اسم يستحق انه يكون موجود على الاقل على مستوى قاره افريقيا وعلى مستوى المنطقه العربيه دايما في الصفوف الاولى ان لم يكن في الصداره والمقدمه. نتمنى ان شاء الله نجاح للرابطه، ونتمنى انها يكون ليها مردود ملموس في اول مواسمها. بشكر طبعا ضيوفي مهندس عامر العميره الناقد الرياضي وخبير اللوائح، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. والحديث بقيه بالتاكيد. بشكر كمان دكتور محمد رفعت المدير التنفيذي او المقر التنفيذي للجنه الانديه السابق واستاذ تربيه رياضيه بالهرم، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتور محمد شرفتنا ونورتنا، وبشكر طبعا حضراتكم على المتابعه، وبكره ان شاء الله يكون لي لقاء تاني في السادسه، تحياتي لحضراتكم. شكرا.